الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تفعل خدمة حجز المواعيد المسبقة لإصدار الجواز الجديد إلكترونيا. نعم، حيث أعلن نائب المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر العقيد خالد البحو عن إمكانية حصول المواطنين على جواز السفر الإلكتروني عبر الدخول على موقع الوزارة واختيار طلب موعد إصدار الجواز ومكان التقديم وكذلك تحديد اليوم والوقت. لتسهيل عملية إصدار الجوازات الإلكترونية ولتخفيف الزحمة في مراكز التقديم في المحافظات الست، فعلت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الأسبوع الماضي التطبيق الخاص بحجز موعد مسبق عبر موقعها لإصدار الجواز الجديد. الموقع تم تحديثه، هو كانت مع بداية المشروع ممكن تأخذ موعد أونلاين، لكن كان يحدد اليوم فقط. لكن مع كثافة السيزن وخصوصا خلال العطلة، وارتئينا أن الناس يعني ما كانت تتقدم بصورة منتظمة معنا في بداية المشروع إلا في خلال العطلة الرسمية. فخلال العطلة الرسمية عطلة الربيع زاد الازدحام على هذه المراكز نتيجة ظروف العطلة والسفر وعطلة الربيع. وهناك خاص أبليكيشن خاص للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، عليها صورة الجواز الإلكتروني، ممكن كل مواطن يدخل عليه ويحدد اليوم اللي يرغب فيه في التقدم والساعة المراد تقديم فيها، بحيث أنه يكون لك الأولوية في دخول المركز وإنجاز معاملاتك. 335 ألف جواز جديد تم إصدارهم منذ دخول قرار إصدار الجواز الإلكتروني حيز التنفيذ في فبراير الماضي، وتسهيلات إضافية للمرضى وذوي الإعاقة توفرها الإدارة لهم. نحتاج حضور منهم فوق 12 سنة حتى هناك بصمة وتوقيع إلكتروني لحامل الجواز تظهر في الجواز نفسه. فلما نقول 12 سنة فهو عمر طالب في مرحلة المتوسطة. حرصت الإدارة أن ما تطلع خلال الأيام العادية من مدرسته وتحصيل العلمي وامتحاناته. ارتئينا فتح عمل يوم السبت وهو عطلة نهاية الأسبوع بنفس الموقع اللي هو حجز المواعيد. هناك موعد خاص للحالات الخاصة للمرضى، بإمكان الشخص أو أحد أقاربه الدخول للموقع وتسجيل موعد حتى نتمكن من نطلع للمنزل وناخذ معنا عندنا لابتوب خاص لأخذ البيانات البيومتركية له البصمة والتوقيع. فهناك خدمة مقدمة أيضا من وزارة الداخلية بنفس الموقع. الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تؤكد من خلال تفعيل خدمة الأونلاين حرصها على التخفيف على المواطنين ساعات الانتظار الطويلة وتناشدهم التعاون معها. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.